شايف انت مشتري من هناك عشان تروح معايا يلا طلاب محمد هشام الدين عبد الله شلبي حضوري توكيل يا فندم لانها في يوم 25/11/2022 بدائره قسم شرطه الوزه محافظه القاهره احرزت جوهرين مخدرين الحشيش ونبات الحشيش الجاف بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونا عن نحو مبين بالاوراق بعدين انا مش عارف اشتغل معاه بسم الله الرحمن الرحيم من الخامس من الهيئه المحترمه القضاء ببراءه المتهمه مما اسند اليها في امر الايحاء حينما أعرج على هذا المنتمس سيد الرئيس أقول أن خصوصية هذه الدعوة أضحى الوقوف فيها على الصورة الصحيحة للواقعة أمرا جوهريا لا ينفك الفصل فيها عن بلوغ لأن هذه الصورة التي يتصل بها فيما بعد صحة الإسناد أو صحة التكييف يطيب لي في مستهل حديثي وصدر مرافعتي أن أقرر في هدوء الباحثين عن الحقيقة المجردة أنها وحتى هذه اللحظة